صاحب صحب. ماشي يابا. هسه مصي اللي بيعمل هذا. انا قلت يا صاحب ايوه هيك بدي اياك بدي هنتك. في ناس كاتب لي بالتعليقات بقول لك هذا بني ادم انت حاط جواته سحاب مسكر عليه. هيو اخوان والله كلب هيو هيو والله كلب يا اخوان والله هذا الكلب انا مدربه عارف شو هو كلب صاحب وفي هذا الكلب الله بعث لي اياه مشان افك اطلع بعض الاسحار بعض الناس اللي ما بتخاف الله ولا بتعرف ربنا. طلعوا الاسحار يا اخوان اتفرجوا اتفرجوا وين مدفون تحت بطن الارض تحت صخر الكلب هو اللي بيطلعها. هيو اخوان كلب هيو هيو شايفينه هيو كلب هيو كلب حبايبي اسعد الله اوقاتكم على المحبه والخير. اذكروا الله دائما ذكر رب العالمين احسن من كل شيء وصلاه النبي احسن من كل شيء يا حبايبي. لا اله الا الله دائما نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. حبايبي مغامراتي الغاز وروايات ويتبع الكلب صاحب معي لكن اليوم يا حبايبي عمل انساني عمل خير زي ما عودناكم. انا مريت بظروف شويه والختيار تعبان شويه مشان هيك مش قادر اخذ منه الروايات بشكل صحيح لكن في بعض المغامرات ان شاء الله راح اخوض عليه هي وادي السحره. بعض الناس متاذي منها من هالسحر اللي بنزرع. بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الكلب صاحب دائما يدفع معي هاي الامور وبفتش الكلب هو اللي بيكشف على الاسحار داخل الارض المنعونه اللي بيسحروا فيها كونها بها شياطين هذا وادي السحر هو بالاصل يا حبايبي اسمه وادي. طبعا يا حبايبي احنا هذا سميناه وادي السحرة هو بالاصل اسمه وادي العجب كونه بيه شياطين وبعض المشعوذين الله ينعنهم ونعنة الله عليهم هذول وعمرهم محرومين من جنة الاسلام هذول يعني على النار اللي بيسوي سحر وبيآذي ناس وبيعمل سحر وبيآذي ناس اللي بنات بتجوزنش الشباب بتجوزوش بيعملوا سحر مضرة الناس تتهاوش معه اللي بطلق زوجته اللي زوجته مش طايقة جوزها كله من وراء السحر يا حبايبي. وهذا اسمه أذى كبير بعالمنا ومجتمعنا يا حبايبي. احنا لكن راح نعمل خير دائما والخير دائما بوجهكم وانتم بتساعدونا وبتوقفوا معانا دائما. احنا بهمتكم ان شاء الله راح نستمر ونخوض هاي المغامرات ونكشف بعض الأسرار أو بعض شغلات بالأرض. طبعا راح نكشف بعض الأسرار بعالمنا ومجتمعنا يا حبايبي من هالكوارث اللي بتصير من هالواد هذا وإن شاء الله إنها نقدر نسيطر على الواد نطلع بعض الأسحار منه ونعنة الله على كل إنسان بيعمل سحر وبضر إنسان ونقول دائما يا رب يا أبو بدي تصور يا رب دائما يا رب أنا إن شاء الله راح نتبع الكلب صاحب وهو بيحدد الكلب وين مواقع السحر. إحنا يا إخوان نمشي نتبع مع الكلب والكلب هو اللي بيحدد وين إذا في سحر راح يشمه الكلب يطلعه بمشيئة رب العالمين. ومنا منكم دعواتكم وأنتم ما بتقصروا يا حبايبي وشيروا عقد المحبة وانتو جيشي وانتو غاليين على قلبي ويسعد قلبكو وبحييكو لجميع جيشي الحبيب اللي دائما غالي على القلب كل دول العربية والإسلامية انتو غاليين على قلبي ويسعد قلبكو أنا انتو منا وإحنا منكو إن شاء الله ومناخذ الدعم منكو من كان من عراق أو من سوريا أو من فلسطين من أي دولة عربية كلاتنا محسوبين على بعض وأنا فخور بيكو جميعا يا حبايبي ويسعد قلبكو وخلينا نقول يا با دائما يا رب ونتوكل على الله. خلينا نشوف صاحب وين دائما يا رب نشوف وين الكلب عشان نقدر نتبع الكلب بمشيئة رب العالمين. يلا يا رب صاحب صاحب ايوه ايوه شو وضعك صاحب هاي صاحب صاحب تعال بدي همتك اليوم ماشي ماشي يا صاحب ماشي يلا 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 الشافي وين هنا بيدك يلا صح
شيء. لا مش هون. خلي حدد جوا تبع ايدك يابا. ماي بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبه يا بابا سيء طلع تراب تبهله ها Thank you.
شو بدكم؟ يبا ما بشم طلع اسحار. يا الله فات جوا. يا الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله 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 صح بسم الله. رجع حفر هون. من جوة يا رب. تحت نص الصخرة هاي. من هون من هون. شو بقدر أمد إيدي من هون؟ بين إيدي؟ انتبه. بسم الله. بينة. بينة؟ بسم الله بسم الله هيو هيو شوفوا بسم الله انتبه بسم الله الله شو بيه؟ هو فطوله هي بين هو الله شوي بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله 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 الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله صاحب صار معه شيء صاحب بسم الله بسم الله هيو شافوا وينو هيو وينو هيو 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 كبارك شلونه بسم الله هيو بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب
بين. بسم الله. هي شافوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. وين تكملوا؟ صاحب ماشي يا ابو هسه مصي... بيعمل هذا انا قلت يا صاحب ايوه هيك بدي اياك بدي همتك. في ناس كاتب لي بالتعليقات بقول لك هذا بني ادم انت حاط جواته سحاب مسكر عليه. هيو يا اخوان والله كلب هيو هيو والله كلب يا اخوان والله هذا الكلب انا مدربه عارف شو هو كلب صاحب وفي هذا الكلب الله بعث لي اياه مشان افك أطلع بعض الأسحار بعض الناس اللي ما بتخاف الله ولا بتعرف ربنا. طلوا الأسحار يا أخوان اتفرجوا اتفرجوا وين مدفون تحت بطن الأرض تحت صخر. الكلب هو اللي بيطلعها. هيو أخوان كلب هيو هيو شايفينه هيو كلب هيو كلب هيو يا أخوان هيو شايفينه هيو كلب صاحب وفي. أنا كنت كاتب عبارة على سيارتي كنت كاتب يا أخوان بالزمانات على سيارتي كلب صديق من خير صديق كلب. هذا الكلب يا أخوان كان يعيش معاي بالبر يطلع معاي بالبر بالجبال بالوديان كان ينبهني من شغلات كثيرة. صحيح هو مش مفترس هو ما بقدر اللي بده يهاجمني لكن كلب كان ينبهني يا أخوان. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله سير بالك بسم الله أعوذ بالله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله خلنا نأخذ السحر ونطلع من